اللي يرعوا فما شوية على خلط بين الناس اللي تمشي تستثمر هذيك باش تكبر في مؤسسات بتاعها باش تكون موجودة في أماكن أخرى خارج التراب التونسي. احنا كمنظمة عرب نشجع كل معناه الناس ولا مؤسسات اللي تحب تكون متواجدة خارج تونس، بالعكس يكونوا أحسن سفراء لتونس ويكونوا أحسن معناها أحسن ناس باش يعطيهم فكرة باهية على تونس خارج الوطن. تهريب ما فماش معناها بيه. فما ناس رادوا تونس صحيح معناها صاحب المؤسسة ولا صاحب رأي المال حر في تنقله، حر في الاستثمار في المكان اللي يحبه. بطبيعة الحال وقت اللي هو عنده ارتباطات، وقت اللي عنده ضغوطات ولكن ما يجدش المكان المناسب ممكن له أن يستقر في غير تونس. يقال أن ثم شيء ثم معناها سفارات حاملة ديسك سبيسيال معناها الناس تشجع فيهم للاستثمار وتحكي عن معهم بصفة خاصة. أنا أقول راهو اليوم نعيشوا في عالم معناها متطور، في عالم مفتوح، في ثم معناها ثم كثير من الكونكورنس، وكل بلاد اللي تعطي أكثر حاجات باش تجيب المستثمرين، المستثمر يمشي لها، ما فماش سنتيمون في الاستثمار، نحكي على الناس مش توانسة بطبيعة الحال، توانسة بطبيعة الحال يستثمروا هنا ونشجعوهم بشكل خارج تونس. ناس يقولوا احنا ثم صعوبات وثم تونس باش تكون معناها فلاس تونس. لا قدر الله ان شاء الله ما يتمنى حتى حد في تونس، لكن نقولوا احنا اليوم الوضع الاقتصادي صعيب، انا نقولها كارثي ما معناها متاكد على الكلمه بتاعي، كارثي في ظل كل الارقام، ما حبيتش نقلقكم انا قبيلك بارقام لكن الناس كل عندها الارقام، تعرف معناها التخفيض في الترقيم السيادي نتاعنا، تعرفوا في بخص الانفلاسيون تو دافلاسيون اللي عمره وصل، تعرفوا ديفالياسيون معناها تخفيض الدينار التونسي اللي عمره من السبعينات عمره وصل لحد هذا، تعرفوا اليوم حتى المصداقية نتاعنا أمام المنظمات العالمية كما البنك المونديال مع البنك الدولي كما صندوق النقد الدولي كما المنظمات الأخرى إلى يومنا هذا وعدونا بديكريدي إلى يومنا هذا لم ما استجابوش للدعوة نتاعنا. علاش كلهم قاعدين يستناو في النقلة السياسية في تونس في استقرار الوضع السياسي في تونس. إذا نعاود نأكد أنا الاستقرار والتطور الاقتصادي في تونس مربوط معناها ارتباطا بسيطا بالاستقرار السياسي في تونس. إذا أنا نطلب من السياسيين حلونا المشكلة السياسية، خلينا احنا مستعدين وسنكون خير سفراء لتونس معناها نتحول أي مكان باش نجيبه ونعمل بروموسيون دو سيت داتوليزي إذا نكون متأكدين منه. لذا نقول ان الفلاس راهي صعيبه كلمه كبيره برشا، لكن ماذا بينا نختصر الوقت، والوقت صعيب وذا اؤكد انا الوقت هو راهو معناها لازم نعطيه قيمه. ثم حاجات كذلك في السؤال الاول على واقع الاستثمار اليوم، مشروع قانون ماليه اللي سمعنا اليوم ثم قوانين قاعد تقرب بسرعه اللي هي احنا غير قابلينها ورافضينها رفضا كليا. لا يمكن اليوم في ظل اللي احنا نحبوا نستقطبوا معناها المستثمرين الاجانب، في ظل ان احنا نحبوا نشجعوا الاستثمار معناها نحاولوا نعطيهم حاجه اللي ترخي الاستثمار نتاعها، وكذلك معناها خاصه في الامبوزيسيون للشركات المستثمره الكليه نرفض ذلك. هو قانون قديم صحيح لكن ما فيها باس كان